السلام عليكم الأصدقاء والمتابعين، تحية لكم أينما كنتم. الفيديو ديال اليوم على ترويض الحمام باش يكليك من يديك. اليوم غتكتشفوا معايا الطريقة كيفاش كنروض الحمام ديالي باش ما يخافش مني ويقترب لعندي وياكل من الأيادي ديالي. إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة تمنى تشترك معايا وتفعل الجرس باش يوصلك أي جديد، ولايك الأصدقاء ما تنسوش لايك. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه. كما كتلاحظوا معايا مديت له يدي باش ياكل منها ولكن ما قراش الامان. علاش؟ حيت كنحرك يدي. وهنا كما كتلاحظوا معايا استعنت بفوتات الخبز، بديت كنفرت داك فوتات ديال الخبز، كنفرت له باش يتجمع باش يرتاح الخاطر ديالو باش يقرا الامان، حيت الا ما قراش الطائر الامان ما يمكنش يقترب منك، هادي ضروري. من بعد مديت له يدي كيما كتلاحظوا معايا ما حركتها ما والو، وسبحان الله يعني بدا كيقترب وكياكل من الايادي ديالي. خصو الطعم اللي غادي تعطي له ياكلو خصو يكون كيحب داك الطعم هذاك، خصو يعني الخلطه ديال الحبوب خصو يكون كيحبها باش يقترب من عندك. يعني الفتره اللي غادي تكون كتعطيه ياكل، الوقيته اللي غادي تعطيه ياكل، حاول تستعمل معها الطريقة. يكون هو جيعان وباغي ياكل، هاد اللحظة هادي اللي غتقدم له الطعام في يديك باش يقرا الامان. وحاول ما تحركش الايادي ديالك بتاتا، ما تحركهاش باش الطائر يمكن يقترب من عندك. وهنايا كما كتلاحظوا معايا عاودت نفس الكرة، جبدت عاوتاني ومديت ما حركتش يدي، واقترب وبدا كياكل لدرجة انهم يعني بداو كيدابزو على شكون يقترب لعندي. هذه هي الطريقة اللي كنستعملها الاصدقاء. اتمنى يكون عجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا بلايك. انتم كتلاحظوا معايا الحمام يعني كان بعد يدي عليه ومع ذلك كيقترب، يعني صافي قرا الامان. إن فوا الطائر كيقرا الامان غادي يقترب من عندك. الا ما ارتاحش ليك راه ما يمكنش يقترب لعندك، ويديك تخليها هكاك جامده ما تحركش يديك. الا حركتي يديك صافي راه ما يمكنش يقترب لعندك. هذه هي الطريقه اللي كنستعمل. نتمنى يعجبكم الفيديو كما قلت لكم، وما تبخلوش عليا بلايك. لايك هي اللي كتحفزنا باش نشاركوا معكم اي معلومه واي جديد ونزيدو نصورو فيديوهات كتار. وشكرا على المتابعة، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.